بسم الله الرحمن الرحيم. إيمانا منا بتفعيل دور الجمعية الاقتصادية وتفعيل دور الخدمة المجتمعية مع طلبة جامعة الكويت، اليوم نوقع اتفاقية تعاون مع رابطة كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت مع أخوي عبد الوهاب المطوع رئيس الرابطة لتقديم خدمات الجمعية الاقتصادية لطلبة الكلية. اليوم عندنا إيمان كبير بأن طلبة جامعة الكويت هم اللي راح يرسمون السياسة الاقتصادية، راح يكون لهم دور كبير في تحقيق رؤية الكويت 2035 وتحقيق رؤية حضرة صاحب السمو حفظه الله. ولهذا السبب تعزيز دور الجمعية الاقتصادية في خدمة المجتمع جاء تقديم هذه الخدمة للطلبة. أحد أهم الخدمات اللي راح نقدمها، راح نفتح لهم الدورات التدريبية في لتخدم تخصصاتهم والورش العمل والمشاركة في المعرض الوظيفي اللي تقيمه الرابطة في كلية العلوم الإدارية، ومشاركة الطلبة أيضا في الدورات واللي تقدمها الجمعية الاقتصادية. كل هذا بالنهاية راح يعود بالنفع على طلبة الكلية، ونتمنى إن شاء الله التوفيق. ونشكر أخ عبد الوهاب المطوع على هذه الفكرة وهذه المبادرة، وإن شاء الله راح نلقى النجاح القادم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالبداية أحب أشكر الجمعية الاقتصادية الكويتية على دورها الفعال في المجتمع، خصوصا مع طلبة وطالبات كلية العلوم الإدارية. طبعا مثل توقيع مثل هذه الاتفاقية راح يعود بالمنفعة بإذن الله بين طلبة وطالبات كلية العلوم الإدارية والجمعية الاقتصادية. طبعا توقيع مثل هذه الاتفاقية ما راح يكون محصور لطلبة الاقتصاد فقط، راح يكون لجميع طلبة وطالبات كلية العلوم الإدارية بشتى تخصصاتهم، وبإذن الله راح نسعى ان نخدمكم مثل ما عهدتمونا منذ عقد ونصف.